انا كورشي مرشد. احنا ما تنديو والو، احنا خدامين من خدام من الصباح ما نصور والو. اما كيران ما كاينينش، كاين اللي دابا كيران اللي خدموا الصباح والبارح بالليل، بحال دابا كار غادي تيدي الاسفي وجديده ولا تيدي الاكادير ومراكش، يعني كاين اكتضاض وكاين استقبال ديال المسافرين بزاف. التذكيرات زادت ما بين 1000 ريال ل 100 درهم ل 80. السبب ديال هذا الغلاء هو الممن، هو الغلاء راه مزيود في العالم كامل، ولكن هذه البلاد دايره بزاف. وكنطلب من الاخ النوش يتدخل في اسرع وقت، راه المواطن اللي تياكل العصا. الصباح كانت مراكش 100 درهم، اكادير 180 200، دابا اكادير 25، كاين اللي تيقطع ب 200 220، مراكش دابا الصباح كانت تتقطع ب 100 درهم 110، دابا ولات 150، كانت 1000 ريال 60 درهم ايامات العاديه، دابا ولات 100 درهم 150، يعني الدوبلاج ب 80 درهم حتى 90 درهم. وهادشي راه مضرور به غير المواطن اللي ما عندوش باش يدي، ما عندوش هو ما عندوش باش يمشي ويشوف والديه، فهمتي؟ الله يدير شي تاويل ديال الخير لكل شيء. ما زوطر الزيد راه ولا داير 17 درهم، حتى الفواياج دور دابا بحال الحكي تزيد شويه في التذكير. انا اخويا لا اله الا الله اخويا، الله يدير لنا شي تاويل اخويا. وعلى حسب اتجاهات الاخرين، اما حنا عندنا طنجه، عندنا خويا الثمن هو ما كنزيدوش في الطريف، حنا هذا الثمن مناسب. اما اتجاهات الاخرين راه زيدي الله يحسن العوام، تما راه كيمشيو عامل وكيرجعوا خاوي. على حسب شو كل على كل واحد وشنو كيقطع، فهمتيني؟ ما نقدرش نقول لك انا كل شيء، انا عندي طنجه عارف طنجه، اما مراكش كانت كدير 60 درهم دابا كيقطعوا لها ب 100 درهم. والله يدير شي تاويل ديال الخير اخويا. غادي هو الزازاج خويا جينا نقطعوا قال لك 140 درهم 150 درهم بزاف. انا جينا كنقلبوا 80 درهم 90 درهم، جينا خويا قال لك 150 160 درهم 140 درهم. نمشيو خويا في الطاكسي بان لي احنا ما بغينا والو، احنا بغينا نمشيو لدارنا اخويا، نمشيو نعيدوا مع والدينا، هادشي اللي بغينا احنا. هادشي بزاف اخي ديالي. انت فين غادي؟ اخويا زاكور انا. شحال لقيت الورقه؟ 180 درهم اخي ديالي، بزاف اخي ديالي. ها؟ 100 درهم. انا بزاف اخي ديالي.